الطقس العرب في السعودية. سعد الله مساءكم بكل خير. يسود الطقس صافي هذه الليلة في العاصمة الرياض، 29 درجة مئوية، الملموسة 27، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية غربية معتدلة الأسرع. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأها شمالا حيث تتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتعطل زخات خفيفة من المطر في كل من عرعر وسكاكا، تسجل 39 إلى 28 في كلا المدينتين. تبوك تفرق لبعض الغيوم 39 إلى 27. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة طقس حار 44 إلى 31، جدة 39 إلى 28، مكة المكرمة 42 إلى 33، والطائف 34 إلى 26. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، زخات رعدية من الأمطار متوقعة في الباحة 27 إلى 23، أبها 29 إلى 20، جازان 35 إلى 33. المنطقة الشرقية، الدمام، أتربة، مثارة 40 إلى 29، الإحساء 42 إلى 30، وحفر الباطن 41 إلى 31. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 42 إلى 27، بريدة 41 إلى 28، وحائل 38 إلى 28 مع طقس صافي. إلى اللقاء.